السيدي محمد عبد الرحمن، رئيس مركز السكون وتأهيل الشباب التابع لجمعية طارق بن زياد. اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022، أشرف السيد الكاتب العام لإقليم الشتوكة أيت بها على بمعية مؤسسة محمد، ممثلي مؤسسة محمد الخامس للتضامن وعدة مصالح وجمعيات المجتمع المدني المشتغلة في مجال التشغيل، أشرفوا على إعطاء الانطلاقة لبرنامج إدماج عبر الأنشطة الاقتصادية ديال المؤسسة محمد الخامس للتضامن. وهذا البرنامج كيشمل جهة سوس ماسة، وجمعية طارق بن زياد هي الجمعية الشريكة المكلفة بتنزيل هذا البرنامج بإقليم الشتوكة أيت بها. وخلال هذا اللقاء اللي هو مراسم إطلاق هذا البرنامج، بعد الكلمة ديال السيد العام تقدم ممثل مؤسسة محمد الخامس للتضامن ببسط هذا البرنامج والمحاور ديالو والتفاصيل ديالو. بعد ذلك فتح الباب ديال المناقشة والجواب على الأسئلة. وخلال هذا اللقاء تم الإشادة بالدور ديال مؤسسات محمد الخامس للتضامن والسلطات في المساهمة في إيصال جمعية طارق بن زياد لما وصلت إليه، حيث حققت جميع الأهداف ديالها في الظرف 20 سنة الأولى ديالها، واليوم كتنقل التجربة ديالها عبر التراب الوطني. وكذلك برزت الجمعية خلال هذا اللقاء عدة منتوجات كانت اشتغلت عليها منذ 2007 تهم هذا المجال ولكن في جذوره، لأنه كيف كنعرفوا جميع بأنه الشاب ملي كيوصل واحد المبلغ في العمر وكمل الدراسة ديالو وعاد ولج سوق الشغل كيصعب عليه باش يندمج فيه. وكانت الجمعية في 2007 سبق أنها تشتغل على الطفل، إعداد الأطفال اللي ولج عالم التنمية عبر تمكينهم من اكتساب روح المبادرة والتواصل والقيادة والمقاولة. إذا كانت روح المقاولة حاضرة، وكان برنامج استهدف 9 الأقاليم آنذاك، وشارك فيه 1465 تلميذ. مكنهم هذا البرنامج ديال فضل اللي هو سميتو فضل فيتور اجون ديفلوبمون لوكال، اللي كان فيه مباراة ديال المشاريع المدرسية، كذلك التكوين الصيفي خلال العطل، وكذلك تتبع مسار القياديين، وكذلك الطفل المخطط الجماعي للتنمية اللي كيجي كل فترة انتخابية كيستافدوا منه هاد الأطفال وكيشاركوا عبر المقاربة التشاركية في هاد البرامج ديال إعداد المخططات الجماعة. كذلك تم الإشارة للبرنامج ديال اللي اشتغلت فيه الجمعية اللي هو تأطير ومرافقة 1200 شاب في جهة سوس ماسة للاندماج في الحياة العامة وسوق الشغل عبر الاعتماد على السوفت سكيلز، المهارات الذاتية ديال. وبعد نهاية هاد اللقاء كذلك تم معرض، إنجاز واحد المعرض اللي زاروه جميع الحاضرين في باهو العمالة، اللي كيتحدث على هاد جوج البرامج اللي هو فضل وهذا ديال التأطير ومرافقة الشباب. بعد ذلك كانت واحد لقاء آخر ما بين المؤسسة والفريق المشرف على تنزيل هاد البرنامج. وصراحة كثرة البرامج راها كاينة، ولكن الخاص واحد يكون واحد الالتقائية ما بين هاد البرامج ديال الدولة. كنلقاو مجموعة ديال البرامج، كاين فرصة، كاين سبيل، كاين منصة الشباب، كاين مجموعة المشاريع ديال بحال هكا. البرامج اللي مطلوب هو تكون إحداث واحد الجهاز باش تكون واحد الالتقائية ما بين هاد البرامج باش تكون الفائدة. كرسالة للشباب ديال الإقليم الراغبين في الاستفادة من هاد البرنامج، راه هو في عدة محطات، غتكون محطة الإخبار، محطة ديال التحسيس، والمحطة ديال استقبال المشاريع ديالهم. غادي يكون هذه فرصة
وهذا نداء باش الشباب ينخرطوا في هذا البرنامج باش يمكن لنا نتواصلوا معهم ويمكن لنا جميع تكون هذه ثاني فرصه اخرى فين يمكن لنا نديروا شي حاجه اللي تشرف الاقليم ديالنا كالعاده ان شاء الله. لان كي قلنا اشتغلنا مع الاطفال واشتغلنا مع الشباب الجامعيين وكذلك غيرهم، اليوم غنشتغلوا في هذا البرنامج اللي مؤسسه محمد الخامس غتوفر لهم التجهيزات وتوفر لهم التكوين اللي غادي يتم الاختيار ديالهم في هذا البرنامج. اذا هذا نداء للشباب الاقليم يشاركوا بكثافه ان شاء الله باش يمكن نوصلوا لشي نتائج مفيده. شكرا. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.